موضوعنا كمان عن الأكل وعن الإشكالات. رشا، كتير الصائمين بيتعرضوا صحيح. لإشكالات صحية بجسمهم، يمكن هذا الشيء سبب تغير نمطهم الغذائي، لكن اليوم رح نحكي عن أبرز هي الإشكالات اللي هي التهاب المرارة الحاد اللي ممكن يسببه هذا الشيء للصيام. رح نحكي أكثر عنه يا رشا. أكيد مثل ما قلتي، نحن بالشهر الكريم يمكن الجسم بيتفاجأ بالنظام الغذائي الجديد، فممكن يصير عندنا قلص معدي، ممكن يصير اضطرابات بالجهاز الهضمي. شو هي أهم النصائح الطبية المفروض نحن نتبعها كرمال نحن ما يصير أي حالة غلط بالجهاز الهضمي؟ رح نضوي أكثر على موضوع أيضا المرارة ضمن الشهر الكريم، وضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد نسيب عرق سوسي، استشاري الجراحة العامة والصدرية التنظيرية. سعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. طبعا مثل ما ذكرنا دكتور، كثير من الاشكالات الصحيه بيتعرض لها الصائم خلال شهر رمضان، لكن خلينا بدايه نحكي عن المراره، التهاب المراره الحاد، كيف بيترافق مع الصيام؟ المراره مثل ما نعرف هي جزء من منظومه جهاز الهضم، وظيفتها هي تخزين الصفرة وتكثيفها، بحيث الانسان بياكل اكل دسمه بتتقلص، فبتختلط يعني الحموض الصفراوية مع الطعام شلون، فبتؤدي لهضم الدسم بشكل خاص. بالصيام بصير انه الواحد عم فتره طويله الصيام 12 13 ساعه، فالصفره بدون ما بتتكثف اكثر، يعني ما في سوائل فبتتكثف اكثر، هذا بيأهب للركوده. ممكن الركوده على الوقت تعمل طبيب مع احيانا حصيات معها. الفكره بس الصيام انه واحد فتره طويله ما عم ياكل لا عم يشرب، وفجأة طبعا عم يصير دفتو، فبقى في عاداتنا يعني ناكل وحلو خاصة مع بعض أشاطي وما أشاطي، فعم يصير فاز المرارة أكثر، فاز الصفراء أكثر، يعني تكثف الصفراء بيكون أكثر. هذا الشيء بيأهب إذا كان مريض عنده أساسا حصيات مرارية وكذا، إنه يصير معنا شيء اسمه التهاب مرارة حاد. وعادة نحن يعني بشهر رمضان كل سنة بعد أسبوع بنبلش تتوارد عنا كثير مشاكل تبع التهابات المرارة الحادة. هي حالة إسعافية بتحتاج إنه استئصال مرارة، بس يعني الفكرة الأساسية إنه حد لو بينظم حاله شوي صغيرة وبينظم أموره فطور، ويكون على فترات ما يعني مو كله دفعة واحدة، عرفتون؟ خاصة إذا كان معزوم عزيمة أو بالمطاعم، إنه خلال هالساعة بياكل ويتحلى وكله، فإن شاء الله ممكن الواحد يتجنب هيك قصة. طيب اليوم خلينا نحكي إذا حدا عنده هي الحالة، عنده المرارة وفات بموضوع الصيام، شو التأثير المرارة على تكثف الصفرة؟ بيأهب إنه أكثر الحصيات تكبر أكثر، أو أحيانا ما أدري إذا في وجبات دسمة كثير، عاداتنا الأشاطي وما الأشاطي كذا، فإنه بصير عنده منك أحيانا بتنزل حصاء وكذا، بتسد المرارة بتعمل التهاب المرارة الحاد، بكون إنه شغلة متعايشين معه مصير شغلة إسعافية صعب الدعم الجراحي. تنصح دكتور اليوم اللي عنده هاي الحالة ما يصوم؟ لا ما بنصحه ما يصوم. أو تنظيم أكثر؟ أنا ماني مفتوح تنظيم أكثر. كتر سوائل، يعني إحنا في فترة منيحة هلا 11 ساعة فترة إفطار، فترة منيحة مفروض هالثلث التوى الإنسان حاجته اليومية يتوزعوا على هالفترة هي تماما، مو إنه بس وقت الإفطار عم يشرب وعصير وخلص يوقف للسحور، هو بده إنه كتر سوائل، يتجنب الأكلات الدسمة، الأكلات الدسمة يعني هي جهد على شو اسمه على الشرايين على كذا، وبنفس الوقت اذا كان مريض مرارة يعني هو لازم يعرف انه اكلات الدسم لازم يتجنبها لحتى ما يوقع بهيك مشاكل، يعني صرنا اشكاليه بدخول مشفى كذا، فممكن يوقف حتى صيامه، وشويه تنظيم تنحل القصه، وبدون داعي انه والله توقف انه ما تصوم او تصوم، بس شويه تنظيم يمشي الحال ان شاء الله. طب دكتور اليوم لما بدنا نقول مراره إلى اسباب معينه إلى عوامل لحتى بشكل عام هذا الشيء قبل شهر رمضان، المرارة بشكل عام يعني بصير حصيات المرارة في عنا شيء بسموه 4F، 4F يعني فوق الأربعين 40 في ميل، يعني الناس إصابتهم بالمرارة بالحصيات المرارة أكثر 9 مرات من الرجال. النقطة الثانية كيف إنه فاتي أكل دسم، فهمت شنو؟ سبب الأكل الدسم. فهن إنه 4 شغلات كلها بتأهب للمرارة، طبعا مو معناته إنه الذكور ما بينصابوا، بس هي التواتر دائما انه الاناث اكثر من الذكور. الحاله النفسيه لها علاقه دكتور؟ لا ما لها علاقه، بس هي الحاله احيانا واحد نحن نفسيا متضايق بتفشش بالاكل، فهي هون بتجي الحاله النفسيه دائما، لانه بالمثل الشعبي بنقول انه طق مرارتي، يعني فهي مصطلح شعبي وليس يعني ما له علاقه. هلا هي بالعاده بالحكي شلون يعني المراه بتجلط الرجال، الرجال بيفعل مرارة المراه.
يعني اليوم متصالحين دكتور؟ متصالحين، لا عم نحكي نحن عشان واحد واحد هي. طيب خلينا نروح للتقلص مع القلص المعوي اليوم، شو هو هذا المصطلح طبيا؟ هلا الانسان بشكل عام وقت بياكل طعام، الطعام بيمشي من تفهم عبر المريء، من المريء للمعده وباقي الجهاز الهضمي. في معصره مثل يعني بواب شلون اسفل المريء، هذا بيسمح بالطعام المرور من فوق لتحت وبيمنع عودة الطعام والحموضة بالعكس من المعدة إلى المري. مرضى القلص المعدة المريء شلون بيكون عنده منه في خلل بهالآلية هاي، فعنده أحيانا كتير بعد ما بياكل بحس الحموضة صارت وجعت على حلقه مثلا، ممكن يحس أحيانا الطعام نفسه يكون يرجع ياكل، حنقول له حرقة إنه صابتنا حرقة. فهي شو اسمه يعني حالي. هلا معظم الحالات هي مكتسبة، يعني صعب تلاقي واحد صغير انه طفل مثلا معه هالقلص، بس هي معظم الحالات مكتسبة شلون؟ عادات غلط. الفكرة الأساسية انه انت عم تاكل وجبات كبيرة فعم تصير تخمة، التخمة عم تأسي على المعصية عم تفتح، هي نقطة. في عندك أحيانا كثير مفضل الإمساك المزمن بيصير كثير كمان كبس ارتفاع ضغط جوات البطن، مفضل التهاب البروستات أو ضخامة البروستات كمان بيصير ضخم، ضخام البطن. الحوامل كثير بيصير معهم قلص لأنه في شيء ضاغط على البطن عم يضغط. فهي يعني حاله احيانا بتكون فيزيولوجيه احيانا بتكون مرضيه. فيزيولوجيه اذا كان مثلا تفاقت مع حمل او شغلات سليمه، ومرضيه اذا كان في عنا هالمشاكل الثانيه. هلا وقت الصيام للاسف كمان عاداتنا يعني انه خلال هالنص ساعه بدي اكل كل شيء ويشرب كل شيء، فعم يصير ضغط على المعصره عم تفتح مره ثانيه. مفضل خالص المعده شلون ترتيب معين، المفروض وجباته تكون خفيفه، يعني وجبه الافطار بدي افطر اذا كان بده يصوم، وجد الافطار بيقسم على ثلاث مراحل خلال ساعه فاصل بين كل واحده والثانيه، ما يتصحى وينام راسا يضلوا شي ساعه لحتى ما كان ترجع الحموضه مره ثانيه. في عنا مقويات المعصره مضادات الاقياء كما كانت في ما يلبس شيء ضيق، وضعيه النوم، كل هي شغلات بتساعد انه ما تصير مشاكل تبع قلص المعده. لكن للاسف معظم الشكايات بعد 10 ايام من رمضان عم تكون على نفس القصه، دكتور بعد ما اقول الحموضه عم تذبحني، عم تجشع، عم تلاقي الاكل احيانا بحلق مقاطع ثانيه. فهي بدها شويه تنظيم يعني، وان شاء الله بتمشي الامور بشكل جيد. دكتور يعني. غير التنظيم الغذائي للقلص في له ادويه معينه او علاج معين؟ في ادويه معينه. هلا نحن معظم الحالات بتعالج دوائيا، عرفت علي كيف؟ قلت لك تخفيف الوجبات، وجبات تكون قليله، عدم يعني في اخر وجبه قبل النوم 4 ساعات، وضعيه النوم 45 درجه، الادويه المضادات الاقياء اكثر شيء الميتوكلوبراميد، هي كلها بتساعد بتقوي معصره الاسفل المري، بتخلي توجه الطعام بشكل اتجاه واحد، ومضادات الحموضه معظم الحالات بتمشي هيك. احيانا اذا يعني كانت كثير شكوى صارخه او بالتنظيم مثلا التقى انه والله في التهاب صار اسفل المريء، التهاب مريء او كذا، فبصير بنلجا لحل جراحي، عرفت علي كيف؟ وبالتنظير الجراحه التنظيريه طويل المعده على اسفل المريء مشان تعمل معصره ثانيه، بس هي 90% واكثر من الحالات بشويه نصائح مع شويه دواء بتتراجع يعني، وبتضل مسيطره على الوضع ان شاء الله. طيب دكتور ايمت اليوم حضرتك بتروح للاجراء التنظيري؟ يعني شو هي الحاله اليوم بتقول انا بحاجه لتنظير لكشف الحاله بشكل افضل؟ هلا يعني كل قصه حموضه متكرره اكثر من مره شلون؟ اكثر من 6 مرات خلال شهر او انه مزعجه، بدها حاله تنظير هضمي علوي. تنظير هضمي علوي بكشف لك انه انت معصره المري قديش بعيده عن الاسنان، قديش قسم المري الموجود جوات البطن، تمام؟ إذا في التهاب مي مرافق أو في تحولات بأسفل المري، هي كلها بتنكشف التنظير. هلا عادة انكشفت هالقصة في علاجات وأنت نصائح حكيناها، عرفت علي كيف؟ الوجبات الخفيفة كذا بيمشي عليها. إذا أعراض كثير صارخة وما تحسنت أو إذا لقينا في التهاب أسفل، بدنا نفكر نحن بالحل الجراحي. الحل الجراحي عادة لازم نعمل شيء اسمه ضغوط مري، نتأكد إنه معصرة قديش كذا، ضغوط المري هي بتقرر بقى العمل الجراحي شو هو والامتداد تبعيته منه، وإذا كان بده ينشغل بتنظير البطن أو تنظير الصدر، مدخل صدري أو مدخل بطني. هي يعني بس أما ما في واحد والله سامع حموضة بدك عمل. خلينا بس نميز الدكتور، يعني هي من تجارب شخصية من المجتمع هيك بيقول لك إنه أنا عندي حرقة براس معدتي، في ناس بتقول لك أنا حاسستها هون. نعم. هل هي نفس الحالة؟ هي نفس الحالة طبعاً. هي منشأ المعدة. منشأ إنه أنت قلت لك هالمعصرة لازم ما تخلي الحموضة ترجع مرة ثانية. طيب ليش ناس بتحس فيها بس براس المعدة وناس بتقول لك سيخ نار بصدري أنا؟ هي حسب نوعية الأكل وحسب أنت حجم المشكلة، تمام الحديث. هلا أنت في شغلة أكلات لازم يتجنبوها بشكل عام، يعني شلون اللبن المطبوخ، البندورة المطبوخة، البهارات الكتير كذا، كل هي بتأهب لهالحكي هذا.
بس هي يعني الألم هي منشأة واحد ونفس الألم. الألم شغلة شخصية يعني في ناس بتلاقي انشرح إيده من هون لهم ما بيقول وعلى شكل الدبوس تلاقي صار، فهي شغلة شخصية. بس هي عادة كل ألم بيمتد هيك طبعا يعرف احنا الأشياء اللي عندك باب السن عندك باب السن بدنا بس لأنه في شغلة ساوية وقت بتصير هالنوبة هاي أول مرة على الأقل انه يساوي تخطيط قلبي تاكد حتى ننفي الالم القلبي عن الالم الحوضه. بس انا هاي انا هاي الفكره اللي نقدر نفرق يعني في فكره انه هي حرقه من المعده تمام. لا بقول لك يعني هي اول مره الواحد انه يتاكد بس تخطيط قلبي حتى ينتفى انه ما في منشا قلبي. انه كمان ما نحن في الالم القلبي اي الم يمتد من الفك السفلي حتى الشفسوف يعني اسفل على غاس المعده، فهذا بيتشكي بألم قلبي خاصه عندك باب السن. نفس مبدا تشنج الكولون دكتور كمان تشنج الاوعيه الاكلينيه طريقه ثانيه عرفت كيف. بس كمان المرضى بيحسوا هون بشيء بالقلب يعني احنا مو احسن احنا بنحكي على شغله بس نحن بنحكي حتى ببالنا دائما انه احنا مو اي والله اي والله شويه حموضه خذها وحموضه ومشي يعني الواحد على الاقل مره من المرات عرفت كيف انه اول مره انه يتساوى تخطيط قلبي ينتفى السبب القلبي. بس احيانا هن بيتفقوا بعض يعني بتعرف تشنج عم بيكون احيانا كامل بكل الاوعية العضلات الملساء. تمام دكتور خلينا نرجع نحكي عن المرارة تأثيرات اليوم في حال المريض احتاج لاجراء جراحي لازالة المرارة، هل اليوم في ممكن يتعرض لبعض العوامل السلبية او التأثيرات السلبية بعد ازالتها بفترات؟ لا المرارة عادة لا صارت شغل اجراء كثير بسيط وسهل، عم تشتغل بالتنظيف صرنا 20 مو العالم يعني صرنا فوق 30 سنة صرنا 20 سنة نحن عم نشتغل، هي ثقوب صغيرة 4 ثقوب أو 3 ثقوب حسب الحالة دائما الحديث. عملية بتاخذ تقريبا نص ساعة واستشفاء بمشفى 6-7 ساعات وبيطلع لبيته. الشيء الأساسي بس نحن أول فترة بيتجنب الأكلات الدسمة يعني بده يكون حتى ما يصير إجهاد يجي نفس الوجع عرفت شنو؟ خلال شهر شهر ونص بيتعود جسمه على الوضع الجديد وبتصير صفائي حالها كثيفة يعني فما في داعي يعني بتعود على وظيفة المرارة إنه اتفق فبتمشي الامور بشكل طبيعي. بس اول فتره بده يحميه عن الدسم، عمليه بتقلت لك بالتنظيف وبالسيرجري عمليه يوم واحد يعني فات على المشفى الصبح بيطلع الضهريات فما هالشغله الكبيره يعني. كثير اشخاص بتخاف من الاجراءات الجراحيه. هلا نحن الخوف لقلك كيف نحن مرارة مثلا محصة عم نشتغل عليها راسا فهي بتكون عمليه نظيفه كل وانت كثير مسلكتي فيها عم تستخدمها بشكل يعني وبصير التهاب مرارة حاد بدك تلحي اول 24 ساعه او 48 ساعه قبل ما يصير في التصاقات وكله. فنحن بدنا نشتغل عمليه انت فايت عليها بسيطه وسريعه بانه والله صار في مشاكل ثانيه قد تضطر احيانا لفتح ما ما بدال تنظيف تشتغل انه اذا كان في التصاقات كثير وكذا تعمل جرح او انه لا بقعد الحياه تحط مفجر وتعطيه وتاجله 6 شهور ياخذ 6 اسابيع ياخذ انتيبيوتك. فهي الحاله مثلك يعني انه عندك مشكله داريه لحتى ما تتوصل لهذا الاجراء الجراحي اجراء اكبر منك. بس في بشكل عام المرارة كاجراء اجراء كثير بسيط وسهل ويعني معظم الناس عم تشتغلوا كل زملائنا عم يشتغلوا وموضوع التنظير دكتور اليوم صح مو جدا مهم هذا التطور الطبي يعني انه الفرق بين فايت انا مرارة كيف محصص بشكل عام وسلكتيف بين فايت انه والله التهاب مرارة حاد التهاب مرارة حاد احيانا التصاقات تكون يعني مشكله كبيره عرفت كيف تاخذ وقت اكثر وتعمل مشاكل اكثر فنحن شويه مداراة نتجنب هالقصه هي. طيب دكتور خلينا نروح لنوضح اليوم المفاهيم الخاطئه او الاخطاء الشائعه بين الناس. يعني اليوم وقت الشخص بيعرف حاله انه انا بتجيني نوبه مراره عندي هي الحاله عندي شيء بالامعاء بلا ما نروح نشوف جارنا شو اخذ، في ناس بتروح للعدس، في ناس بتاخذ تفاحه، في ناس هدول يعني انه كرمال يخففوا الحاله بشكل عام. دكتور شو اهم الاخطاء اللي من خلال تجربتك مع الناس يعني؟ هلا الفكره الاساسيه يعني هي قول او حديث ما بس بقول لك المعده بيت الداء والحمية راس الدواء اساسي بكل شغل واحد كل يعني احنا كل مريض معه مشاكل اطباء الهضميه او حتى اطباء الجراحه في نصائح بنعطيها كل مريض. طبعا ما فيك تمنعين اكلات كامله، كل مريض بيعرف الاكلات اللي هي بتضايقه يعني بجوز انت تضايق من فلان تضايق من البندوره المطبوخه فلان من اللبن فلان فكل واحد بيعرف اللي بده. هلا انت انا شغله بتضايقني بدي بعد عنها. الفكره الاساسيه بالصيام العادات تبعت ان احنا لساتها مزبط يعني بده يعزم عزيمه ولك قعد المحبه وكول وكذا شنو اي واحد تمام الحديث مفترض نحن قدان واحد شرب كاسه مي تمره 3 تمرات المهم هو شنو قام صلى كذا طبعا الفكره ال5 دقائق بس حتى هي المعده تبعت منه الاكل اللي بده ياكله وبشكل متوازن مو ضروري الاكل كله يحط الاكل والفواكه والعصير والحلو خلال ساعه واحده يعني تتقسم وليل طويل يعني في الواحد يعني
خلص كل شيء. ما بيوحى عليه شيء، بس نحن هي انه معدة صايمة 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 طول الوقت، وفجأة عم تعطيها دفعة قوية بسبب حيرات كذا، ممكن مشاكل السكر، مشاكل كذا، يعني أكثر من شغلة بتصير من عادات الخطأ تبعتي منها، بدها شوية التزام، وبالذات بالقلاس المريء المعدة، قلاس المريء المعدة إذا التزم مضبوط بالتعليمات، وهي تعليمات كثير بسيطة، ما يلبس شيء ضيق، ما يتناول وجبات قبل ما ينام وينام رأسا يعني، يجنب الأكلات اللي فيها بهارات كثير كذا، كلها هي بتساعد وبتصير 95% بيمشي حالهم بدون أي شيء تاني. أما والله بدي أكل على كل دوسلون وما بيوفر شيء وكلاته، يعني أنت عم تخلي مشاكل عندك أكتر، سواء التهاب مغاربة، سواء القلص عم يصير معك أكتر، يعني في ناس أحيانا بتجيك من نص الليل مو قضايا تنام من كتر الحموضة ومن كتر الإزعاج طيب مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، وهذا المريء مو متعود ياخذ حمض، بعد فترة حتصير مشاكل بأسفل المريء، فبنكون قصة بصير قصة شوية التزام بالتعليمات تنحل معظم الأمور. صحيح دكتور، يعني احنا دائما بنعرف الصح من الغلط، لكن حتى الاشخاص اللي ما عندهم اي مشاكل صحيه بيتعرضوا لهي المشاكل الصحيه خلال شهر رمضان، لانه مثل ما حكيت انه بنحط كل شيء وبدنا نشرب كل شيء وناكل كل شيء دفعه واحده. طب هي لك الفكره، يعني احنا نحن كمشكله انه انت سواء عندك مشكله او ما عندك مشكله، طب هي غايه الصوم شو هو؟ غايه الصوم انه انت تهذب نفسك شوي، تلتزم شوي، صدقها عم نحكي نظام بس الافطار يعني. تهذب شو اسمه؟ تحس بالفقي. إذا أنا مثلاً كانت وجبات سيوم وجبتين بالوجبتين بعودت وجبات، يعني ما الغاية الأساسية يمكن انتفت من الصوم بكل أحوال، ما بدي نظر على العالم أو شو اسمه، يعني مشاهدين أعزاء، الواحد كل واحد بيعرف مشكلته تماماً. نحن كنا عم نحكي قبل رمضان يفترض كل واحد عنده مشكلة كذا يراجع طبيب قبل رمضان حتى ينظم له إنه شو بيناسبه أو ما بيناسبه، هاي نقطة. والتعليمات العامة اللي عم نحكي فيها بشكل عام، يعني هي الإنسان شوية التزام مع شوية هدوء وتوزيع الوجبات على فترة طويلة، وما تنسوا السوائل، واحد بني آدم حاجته اليومية فوق لتر لتر ثلاثة لتر، يعني فحاول هالفترة هاي نوزعهم كل ساعة كل ساعتين يشرب له كاسة كاسة مي. إن شاء الله دكتور نتشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، صومك مبارك، كل عام وانتم بألف خير.